بسم الله الرحمن الرحيم، نبارك للأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان. وأمانة أوصي بها كل مسلم. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن للصائم دعوة لا ترد. أمانة بالله عليكم، في كل يوم إذا أفطرتم قولوا اللهم لا يغادرنا رمضان إلا وغزة عالية راضية غانمة منصورة مجبورة مرفوعة. اللهم افتح لهم بركانا من الأرض والسماء، اللهم ثبت أقدامهم واربط على قلوبهم وسدد رميهم وآوهم وانصرهم وأطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، واصنع لهم من المعجزات ما صنعت لأهل بدر، وافتح لهم ما فتحت لكل الفاتحين المسلمين. اللهم واجعل عيدهم نصرا وتمكينا. والوصية الثانية، افرحوا بصومكم بصمت، وتسحروا بصمت، وافطروا بصمت، فهناك من يفطر هذا العام بلا مأوى وبلا بيت وبلا طعام وبلا عائلة وبلا أحباب. كان الله بعونهم، راعوا مشاعرهم وأفيضوا عليهم من دعائكم وأغيثوهم بصدقاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله. صلوا على حبيبكم صلى الله عليه وسلم، وأكثر من الصلاة عليه ستشفع لكم صلاتكم يوم القيامة عند ربكم، وستكون لكم سببا في نجاتكم في الدنيا وفي الآخرة. ستتفرج بها الهموم، وتغفر بها الذنوب، وتقضى بها الديون. وصلى الله على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.